مكملين صباحنا معكم مشاهدينا، وانتقلنا هلا هذه لفقره جدا حلوه. يمكن اليوم اذا بدنا نروح او نفوت على اي بيت بدمشق لازم نشوف التراث الدمشقي والموزيك والخشب هذا الحلو كثير واللي بيعطي تقل وجمال وسحر على البيت كله. وطبعا ما بدنا يعني ننكر انه سعره جدا غالي، طبعا بيستحق لانه هو بياخذ شغل طويل وتعب طويل وبده طوله بال. وكمان اكيد ما بدنا ننسى الحرفي جورج بيطاري اللي هو اخترع اول قطعه موزاييك بحيث اضاف قطع الصدف الى الخشب. اكيد عفاف اليوم رح نضوي اكثر على الموزاييك الدمشقي من الحرف القديمه واللي كلها عراقه واصاله وبتتميز وبتتفرد فيها دمشق والها من اسمها نصيب. واليوم ضيفنا من الحرفيين المبدعين يلي تميزوا بهي الحرفه. رح نتعرف اكثر مشاهدينا على هي الحرفه وقديش هي بحاجه اليوم لصبر وحس فني ذوق عالي. خلوني رحب معنا اكثر باليوم السيد فؤاد عربش رئيس الجمعيه الحرفيه للمنتجات الشرقيه. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير استاذ. صباح الخير. يعني حضرتك استاذ فؤاد اليوم شيخ الكار خلينا نقول، وعندك الخبره الكافيه اليوم لحتى تعرفنا على تاريخ الموزايك الدمشقي. هذا كثير حلو هالتاريخ، هذا انا بعتز فيه وبفتخر فيه انه تاريخ دمشقي ابتكروا أبناء دمشق، أبناء دمشق القديمة، ولم يزل قائم حتى وقتنا هذا بالطريقة التقليدية اللي تعلمناها عن آبائنا وأجدادنا. الموزاييك فن بيعتمد على أنواع متعددة من الأخشاب الطبيعية، وهي أخشاب غوطة دمشق، مثل بنحد من أنواعها مثلا خشب المشمش، خشب الجوز، خشب السرو، الكينة، الليمون. كل هالأخشاب هاي بتنجمع مع بعضها بألوانها الطبيعية لحتى تشكل الرسوم والنقوش الهندسية يلي اعتمدها الحرفيون بتشكيلها. وابتدأت من عام 1860 أول من اشتغل فيها هو مثل ما تفضلت جرجي جبرائيل بيطار مبتكر الحرفة، وعلمها لأبناء دمشق، ولم يزل حتى الآن أبناء دمشق هن اللي محترفين فيها وعم يشتغلوا فيها. وهذا شيء عظيم كثير انه صارت حرفه انتشرت عالميا تقريبا. نحن شاركنا فيها بمعارض دوليه بمعارض عالميه وكانت مميزه وكانت نال اعجاب كثير، حتى كان يبهر منا اللي عم يشوفها انه كيف عم تشتغلوها بهالطريقه. والحمد لله الحرفي السوري حافظ عليها واضاف عليها اشياء جديده جميله نفتخر فيها نحن بعملنا بإنتاجنا الحرفي. أكيد ونحن بنفتخر اليوم بإنجازاتكم لأنكم دايماً عم بتحافظوا على هي الحرف رغم كل الظروف. سيد فؤاد يعني خلينا نتوسع أكثر، حضرتك اليوم رئيس الجمعية، خلينا نوضح أكثر أنشطة الجمعية، مشاركاتكم إن كانت داخلية أو خارجية، أهمية هي المشاركات وبالذات إذا فينا نقول بالخارج. هلا نحن بالجمعية أولاً بيجي دعوات لسوريا بمشاركة بمعارض إن كانت داخلية داخل القطر، مثلا نحن بنقيم معارض مع وزارة السياحة، وزارة الثقافة، محافظة دمشق، بيطلبوا مثلا أعياد أو مناسبات رسمية بنقيم فيها معارض تراثية تقليدية عفوا صح ضمن مثلا خان أسعد باشا، أماكن سياحية طبعا قلعة دمشق، حديقة تشرين، مكتب عنبر، بنساوي ضمن احتفالات خاصة بسوريا مثلا يوم الثقافة العالمي، يوم السياحة العالمي، وعيد الجيش، وأشياء يعني مناسبات رسمية عم يكون عم يشارك فيها عديد من الحرف التراثية. هي من خلال هالمشاركات نحن عم نورجي استمراريتنا بهالعمل الحرفي، وعم يكون في تشجيع من قبل الزوار يلي عم يجوا يزوروا المعرض، من قبل القائمين على المعرض بدعم هالحرفي انه استمراريته بالعمل وتعليم هالحرفه. حتى كمان مثل وزاره الصناعه اقامت مثلا لجنه دعم الحرف عم تقوم بدعوه الشباب الصاعد الجديد باقامه دورات تدريبيه للحرف التراثيه. وكان في دوره قائمه خلال ثلاث اشهر اللي مضت، هلا الايام اخر الدوره رح يتم باخر رمضان القادم، رح يتم تخريج الدورة
ومنحها شهادات تخرج. حلو. وعلى الصعيد الدولي عم يتم دعوتنا هلأ، في عنا نحن فريق طلع من اتحاد الحرفيين، من اتحاد دمشق واتحاد العام، للهند للمشاركة بمعرض سيراج كوند الدولي المقام بالهند من 2 شباط ل 18 شباط. في مجموعة حرفيين سوريين عم يشاركوا هني كمان ويمثلوا الحرف السورية ضمن هالمعرض هذا. اليوم أستاذ فؤاد، هي المهنة خلينا نقول إنه ممكن تكون معرضة للاندثار والانقراض، ممكن يكون بسبب قلة الحرفيين فيها، لأنه هي شغلة كتير صعب، وأهم شيء إنه بده صبر وطولة بال. يعني هاي التحفة أكيد بدها كتير من الوقت ومن الجهد. اليوم كيف ممكن تكون الجمعية الحرفية عم تحافظ على استمرارية هي الحرفة وتعليمها للشباب اليوم؟ هلا كثير نحن عم نعاني من قصة قلة الشباب يلي عم تدور على تتعلم هالحرف التراثية، يلي عندهم صبر كمان، واللي طبعا هلا عفوا كان بالبداية وقت اللي علموا الحرفي العمل بها الحرفة كان بالأول علموه الصبر وطولة البال لحتى يقدر يشتغل. إذا ما كان صبور وطويل بال كان صاحب الحرفة يصرفه يقول له ما بتصرح أنت للحرفة. كانت هي من اول البدايات تتعلم، بس الوقت هذا نحن عم نستقبل اي شاب او اي راغب انه يتعلم بهالحرفه، ونحن نكون صبيرين طويل بال انه نعلمه اياها، لانه مثل ما تفضلتي مالت للانقراض. نحن خسرنا كثير الازمه اللي مرت فيها سوريا والحرب الاقتصاديه القائمه، خسرنا كثير من الحرفيين يلي انهدمت محلاتهم، يلي تشردوا، يلي سافروا لبرات القطر، تراجع الأعداد كانت بالمئات صارت بالعشرات بل أقل كمان. بقى نحن من خلال لجنة دعم الحرف اللي عم نعلن عنها للتدريب والتعليم مجانية، هي عم تكون لحتى نشجع الشباب الجديد أنه نعلمه أو نعطيه حرفة جديدة تستمر للمستقبل. وبإذن الله بدعم اتحادنا اتحاد حرفيين دمشق ما عم يقصر معنا، يعني عم يكون معنا بكل فعالية عالية، بكل مهرجان، بكل هاي، انه نوصل لإنشاء جيل جديد يحمل هالحرف تبعنا ان شاء الله يا رب. يمكن من كم يوم كان بخان اسعد باشا في معرض لادراج حرفه نفخ الزجاج التقليدي على قائمه التراث الانساني باليونسكو لسنه 2023. برايك اليوم شو اهميه هيك معارض بالنسبه لكم؟ هلا المعرض اقيم بسبب ادراج عنصر النفخ الزجاج، وكان في احتفالية أقامتها وزارة الثقافة بالتعاون مع الأمانة السورية التنمية، وشكلنا معرض بيجمع كل الحرف التراثية المتعلقة بالزجاج، بداء من نفخ الزجاج وتشكيله إلى الرسم على الزجاج، المينا على الزجاج، الحفر على الزجاج، الزجاج المعشر. كانت هي من كل شيء بتعلق بالزجاج ضمن هالمعرض. كانت الاحتفالية بتضم تكريم كبار شيوخ حرفة الزجاج يلي عم يشتغلوا بنفق الزجاج الآن، يلي صفيوا هن 2 آل الحلاق بيت الحلاق، وتم دعمهم وتوجيههم لاستمرارية هالحرفة، لأنه نحن مثل ما بنعرف الدمشقيون هن أول من نفقوا الزجاج، الفينيقيون شكلوا الزجاج وصنعوه، يلي نفخوا وصدروا للعالم كله هن دمشقيون، وهي تحسب لدمشق. وحتى ادراج هالعنصر هو سادس عنصر يدرج بمنظمة اليونسكو لسوريا ضمن منظمة اليونسكو العالمية. والصون العاجل، الصون العاجل هو يلي بيشمل دعم هالحرفة مثلا لمدة 4 سنوات لاستمراريتها، لتعليمها لجيل جديد. وبيت الحلاق عم يقولوا نحن مستعدين اي شخص حابب يتعلم انه نكون طويلين البال وصبورين نقدر نعلمه، نضمن انه انشأنا جيل جديد يشتغل بهالحرفة. وان شاء الله بتكون هالفعالية والاحتفالية ايجابية لهالبلد، ايجابية لسوريا، لحرفة الزجاج، للجمعية تبعنا كمان. نحن بجمعيتنا هالحرفة التراثية بنعتز فيها كمان من الحرف النادرة، واللي بقيانين عم يشتغلوا بهالطريقة هي قلة
ذكرت حضرتك استاذ فؤاد انه اليوم بسبب الظروف الصعبيه اللي مرقت فيها البلد وبالنتيجه يعني كان انه قلت فيها اليد العامله الحرفيه حصرا يعني اليوم للشباب ومنهم سافروا صاروا برا او ما بقى في هي طولة البال اليوم عند الشباب الجديد، اليوم شو هي الصعوبات يلي ممكن تواجه الجمعية الحرفية من هي الناحية وكيف ممكن انه يعني الاستمرارية بهذا الموضوع رح تكون كثير صعبة، عدد المتخرجين اليوم رح يكون كافي؟ هلا الصعوبات أكثر شيء عم تعاني قلة وجود الشاب يلي عم يتعلم هالحرفة. إذا بندور هلا على الشباب اللي طالع جديد أول ما عم يوعى ويظهر عم يدور على العولمة، عم يدور على الإنترنت والكمبيوتر وشغلات سهلة إنه من خلال أعمال بسيطة عم يكسب كتير. الحرفة فيها تعب كتير، فيها جهد عضلي، فيها يعني تعب فكري وتعب عضلي، وهي عم يلاقي هديك أسهل، عم يميل للعولمة أكثر ما عم يميل للحرفة التراثية. وهذا نحن شيء سلبي كتير انه ما عم نقدر نسيطر عليه، نجمع جيل شباب جديد يرغب هالحرفة. يعني اي انسان يجي يطلب هلا يتعلم بنقول له اهلا وسهلا مجانا بنعلمه بورشاتنا. المردود المادي لهي الحرفة قديش هو منيح؟ قديش يعني قطعة الموزايك اليوم صار مانو هين ابدا؟ لانه لقلك شغلة، الوضع الاقتصادي اللي نحن فيه هلا انه عدم وجود سياحة مثل ما كانت بالسابق، هذا أثر كتير سلباً على الأسواق التجارية للحرف التراثية. هلأ ابن البلد مثلاً بنقول يا دوب عم يدبر أموره بهالوضع الاقتصادي، أكله وشربه ومعيشته. السايح هو اللي عم يدعم هالحرف هي، وجوده عم ياخدها من هدايا، من يعني وقت اللي بيجي السايح بياخد قطعة موزايك أو أي قطعة تراثية من عم يروح يشوف حاله فيها قد الدنيا، إنه أنا هي جبتها من سوريا ما في منها بدولة تانية بالعالم، عم تنعرض باجمل اماكن. يعني انا وقت اللي باخذ قطعه موزايك عم بحطها باتقل بيوت، بقصور، بفلل، بشاليهات فخمه، بشوف حالي فيها قطعه نفيسه. يعني هلا مثلا العنصر السياحي اللي ما عدنا نحن موجود بشكل كثره ضعف الاسواق التجاريه، صار الحرفي عم يبيع باقل سعر حتى يامن مصروفه. بس نحن طبعا تحت الامل انه المستقبل رح يرجع مثل ما كان بالسابق، رح ترجع سوريا لحالتها الطبيعيه، رح ترجع السياحه، ما رح تضل هيك طبعا. هالفتره بدنا نتحملها، نحن صابرين، نحن مثل ما بيقولوا جيش اقتصادي صبر كل مده الازمه لوصلنا، رح نكمل بصبرنا وبعملنا وبحرفنا وبتعليمنا لهالحرف لحتى تتعافى سوريا وترجع مثل ما كانت بالسابق وباحسن، وترجع الحياة الطبيعية والقوة لهالحرف والقوة لهالحرفي كمان أكيد. ونسبة وجودنا فيها أكيد. قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نأكد على جمالية وأهمية هاي الصناعات والحرف اللي بتمثل تراثنا الثقافي السوري الجميل يلي عمره مئات السنين. هلأ إذا بدنا نحن بندور بأكثر أصور الخليج وكذا بنلاقيها مفروشة كلها بالمنتج السوري، إن كان الصرف، إن كان المزيك، إن كان النقش والحفر، إن كان الزجاج المعشق، بنلاقيها يعني عم ينفرش فيها أتقل الأماكن وعم يتفاخروا فيها. وقت اللي الإنسان عم يقدم هدية من الإنتاج الحرفي السوري التراثي عم يشوف حاله إنه مقدم شيء فخم أو شيء بيرفع الراس بيتفاخر فيه إنه هي. وحتى أبسط الأعمال الحرفية عم تكون من أتقل الهدايا اللي عم تتقدم، وهذا شيء كتير حلو إنه ما في إلنا منافس يقلدنا أو يقدر يصنع الطريقة اللي نحن بنشتغل فيها، الطريقة اللي تعلمناها. بحب أقول لك إنه وقت اللي نحن أخذنا جائزة بالهند بسنة 2015 عن حرفة الموزايك، اللجنه يلي اعطت الجائزه انبهرت، قال مو معقول انتم كيف بتشتغلوا هالشغل، معقول لحد الان عم تشتغلوا؟ يعني نحن اخذنا نموذج العمل ورجيناهم كيف عم نشتغل، ما بجاي ببالهم انه هي الطريقه يلي عم نشتغل فيها. يعني طريقه ابتكروها الحرفيين اهل دمشق لهالحرفه هي وضلت معهم،
ما في انسان ثاني قدر يقلدها او قدر ينقلها. مشان هيك منحونا الجائزه الاولى على 33 دوله وقتها، ودول شرق اسيا كلياتها من الدول اللي مشهوره بالحرف اليدويه. رغم هالشيء فازت سوريا بالمركز الاول، مو بس بال 2015 وبال 2017 كمان اخذنا المركز الاول حرف، وبال 2019 كانت تتغير اللجان، تجي لجان جديده، كل ما عم يشوفوا هالحرفه عم ينبهروا فيها وعم يمنحوها الجائزه. وهذا شيء كثير فخر وعز لنا ولعملنا. اكيد استاذ عربشه، بالختام بدنا اكيد نتمنى لك الك وللجمعيه ولجميع العاملين بهي الحرفه الاستمراريه اهم شيء، والصبر والنجاح، لانه اكيد ما انا موجوده غير بايد السوريين والتراث السوري. شكرا لك استاذ. شكرا لكم. اكيد بالختام بدنا نشكرك كثير ونشكر وجودك ونوجه تحيه لكل الاشخاص الموجودين اليوم بالجمعيه، وشكرا لكم انه عم تتناقلوا هي الحرف من جيل لجيل وتوارثوها. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه.